قبل فترة وفي رمضان وعندما اطلع رمضان قال لي ابني هل أنت مسلم؟ لماذا لا تصوم؟ قلت وما شأنك أنت لأكن ما أكون؟ لا تدع أحدا يضحك عليك بهذا النوع من الأسئلة. أنت تقترب الآن من عامك 17 وهو سن مطلوب وبشدة في بازارات الدجالين، فهم بحاجة دائمة لكسب الأتباع وجمع الأنصار خلفهم. لاحظ كيف يظهر الموظفين الإلهيين هؤلاء لك أينما ذهبت، والهدف واضح وواحد دائما وهو جعلك وباسم الله بيدقا بلا رأس قابلا لأن تحركه رؤوس أخرى مريبة ووفق ما تشاء. قال وكيف يضحكون علي؟ فأنا مسلم فعلا ولا جديد في الأمر. قلت صحيح يا ابني، لكن هكذا تبدأ الخطة دائما. اليوم يقول لك كيف تكون مسلما وأنت لا تصوم؟ بعدها يحتج عليك ويقول كيف تكون مسلما وأنت لا تذهب إلى الجامع ولا تعرف إمام زمانك؟ هناك خطيب بارئ ومؤمن وتقي جدا يجب أن تستمع إليه ليحسن إسلامك. ثم بعد أن تجتاز المرحلة الأولى وهي طبعا ذهنية، يبدأ معك المرحلة الثانية وهي مظهرية وحسية وتضرب عادة على الغرائز، فيقول لك كيف تكون مسلما وأنت تحلق لحيتك. يجب أن تقتدي وتطيل لحيتك وتغض بصرك وتمتنع عن الزنا وسماع الموسيقى وتستعيض عنها بسماع القرآن بطريقة جماعتنا وأناشيدهم الدينية. هكذا بعد المرحلة الثانية ستكون جاهزا للدخول في المرحلة الثالثة وهي مرحلة ضمك للمجاهدين ومجاهدة الكفار مباشرة، أو جعلك ملفا كامنا جاهزا للاستعمال على رفوف الدجالين الكبار وفي أي وقت. هكذا يبدأ الأمر كما رأيت بسؤال يبدو بسيط لكن تداعياته لن تنتهي حتى تتم مصادرة عقلك تماما وجعلك تابعا بالكامل أحدهم. القضية تبدو بسيطة لكن مع الوقت يتطور الموضوع ويصبح تراجع عنه. طبعا أنت أثناء ذلك راح تتأكد إذا واحد تحدث معك راح تقول لا أنا متابع للكهن، أنا تابع للنص المقدس، أنا أطيع الله. يبدو بالنسبة لك أنه أنت متابع للكهن، لكن هي الحقيقة مو هكذا. أنت تابع للقراءة التي قرأها لك الكهن أو من يسيطر على الكهن أو من يحركه، ولا تعرف أي مؤسسات غريبة ومدعومة وتعمل في لصالح مخابرات أو دول أو جهات، لا تعرف الحقيقة الأمر. كلهم يتحركون ويبدون بشكل لطيف وفعلا تشعر بشيء حقيقي، لا تشعر بشيء غامض، لكن مع الخيوط كيف تتحرك هذه الخيوط أنت لا تعرف كيف يجري الأمر. فقلت لك أنت عندما تتجاوز المرحلة الأولى تكون جاهز الثانية والثالثة اللي أنت تنخرط بها ضمن القطيع الديني، ومو بس أنت طبعا يعني صادرون عقلك ويجعلوك تابع لهم، وأيضا أنت وسلالتك بعد ذلك عاد يتزوجوك ويشوفوا لك أولاد وكذا، وتصير عندك سلالة كاملة كلها تشتغل في صالح مجموعة أو قيادة موحدة. هؤلاء أنتم بالكامل أصبحون جنود روبوتات جاهزة للقتال وللاستعمال في أي وقت. ابني ماذا جاوب على هذا السؤال؟ من يتحدث بطريقتك هذا هو إنسان ملحد. قلت له أولا تصنيف الناس حسب مزاجك أمر مخجل، يعني حسب مزاجك أو مزاج أي شخص أمر مخجل ولا أخلاقي 100%، لأن هذا أمر ما يخصك وما يخص أي شخص ثاني. يجب أن تنشغل فقط بالبحث عن تعريف لنفسك مو تعريف للآخرين،
الآخرين مو شأنك، أنت شأنك أن تنتبه لنفسك. أنت الآن على شفا أن تصبح ناضج ورجل كامل، وأن عليك أن تنتبه لنفسك فقط ولا تنشغل بالآخرين. ممكن تساعدهم وما إلى ذلك، لكن لست عليهم بمسيطر كما يقول القرآن الكريم، لأن هم مهما حاولت راح يكون آخرين، مهما يعني هم يكون آخرين مختلفين عنك، وحاجاتهم وأفكارهم وشخصيتهم تختلف عنك مهما كان، وقدراتهم أيضا مهما تحاول راح يكون آخرين. فلا تحاول هذا الشيء، وفكر بنفسك ومصلحتك. أما أنا شخصيا فما أهتم بالتصنيفات، اللي يهمني فقط هو أن أكون إنسان حر، وما أسمح لأي واحد يستغفلني أو يستغني أو يستعبدني. هذا المبدأ الأساسي خليك محافظ عليه دائما، أنه لا تسمح لأحد أن يستعبدك أو يستعملك أو يستغفلك تحت أي مسمى كان، مهما كانت آرائك، مهما كان الأشياء تعجب بها، خليك دائما تحت هذا المبدأ. لا تسمح لأحد أن يستغفلك ويخليك تتبع آراءه 100%، ويقول لك هذه الآراء مقدسة وعليك أن تتبعها كالأعمى. هذه علامة الاستغفال والاستقبال، غسل العقول يعني. ثانيا، أنا ما أدعوك لرفض الدين، بالعكس أنا أقول لك الدين أمر عظيم وهو ضروري لأغلب الناس، يعني لابد أن تقتنع بشيء وتؤمن بشيء، هذا من حقك وهذا شيء طبيعي، ولابد أن كل إنسان يبحث عن معنى لحياته ولوجوده وللشيء اللي يعمله. يعني الإنسان اللي ما عنده معنى أو ما عنده شعور بأن هناك غاية لحياته أو جدوى لوجوده، فهذا إنسان من الصعب أن يواصل ويستمر ويصير عنده حماس لأن يقوم بأي فعل. الدين لهذا السبب، الدين هو من أكثر الأشياء التي تملأ لإنسان معنى وقيمة. بهذا السبب أيضا لازم تلاحظ بأن هذا السبب، لأنه هذا الدين يمنحك هذا المعنى، صار هدف مفضل للغش والتزوير. وهو الحال نفسه طبعا ينطبق على أي أمر وحاجة بشرية مهمة ومرغوبة أخرى. يعني عندما تشوف شيء مرغوب وإنسان محتاج هذا الشيء، فدائما خليك حذر منه. يعني مو مسألة تروح للسوق تشوف شيء مطلوب وتخشى شراءه لأنه يتعرض للغش والتزوير بكثرة، لكن أيضا الأفكار تتعرض للغش والتزوير، لخاصة الأفكار الرائجة والتي تجد عليها طلب كبير، هذه تكون أيضا عرضة لأن يدخل بها الناس المزيفين وحتى الناس الحقيقيين، لكنه لا يجدون التفكير ولا يجدون ممارسة الأمر. اعتبر أن الدين هو بضاعة، هاي البضاعة أكو ناس أكو عليها طلب كبير، هنالك أصناف، هناك بعض يجي هاي البضاعة يستعملها بشكل حقيقي أو صادق أو جيد. فهذول الحقيقيين هم أيضا أصناف، بعضهم جيدين يتعاملون بطريقة صحيحة وسليمة ويحفظون الناس كرامتهم مثل ما يحفظون كرامة أنفسهم، ويحفظون للدين نفسه كرامته، وما يعني يقللون قيمته وقدره، لكن أيضا هنالك ما يعرفون يستعملون الدين. هاي كلها تعتمد على ثقافتهم وعلى وعيهم وعلى خصوصيتهم. هنالك من يسيء التعامل مع هذه البضاعة، يسيء عرضها، يسيء تقديمها، يسيء فهمها، يسيء يعني هو أيضا حاجته مختلفة عن حاجتك، ربما يستعملها لحاجة أخرى. كل إنسان ينظر إلى هاي الفكرة من زاويته الخاصة ويتعامل معها بطريقته. فبالتالي وهنالك قلت لك هؤلاء يتعاملون بنية حسنة، وهنالك يتعامل مع هاي البضاعة أو الدين، أيضا هناك ما يتعامل مع هاي البضاعة بشكل مريب ويعتبر شعار وغلاف وإطار ممكن يصطاد به الآخرين ويوقعهم بالفخ ويستعملهم بعد ذلك صالحة. وهذا حصل مو مرة ومرتين ولا عشرة، بل مليون مرة. وحصل يعني شوف ناس يستاجرون بناس ويبيعون ويشترون بهم، ومثلا هاي افغانستان، امريكا كانت بحاجة لمقاومة او للرد على الاتحاد السوفيتي ضد الحركة الشيوعية، استعملت المسلمين، جهزت ودفعت فلوس، والناس صادقين يعني، فاستعملوهم ادوات للدفع بهم باتجاه قضايا معينة، وما زالت العملية لحد الان مستمرة. انت ما تعرف هذا الشخص هو صادق، لكن انت ما تعرف من أين يأتي المال، يأتيه المال من يدعمه، ما هي التفاصيل.
فابعد نفسك عن هذه الأجواء يا ابني، وهاي نصيحة احتفظ بها مع نفسك إلى أقصى ما تستطيع، لأنه لا، وخاصة عندما تشعر أن هنالك شيء يجذبك ويثير عاطفتك ويثير حماسك، وتشعر بأنه أنت مأخوذ ومسحور بقضية معينة، فعليك أن تحذر وتراقب الموضوع بدقة وتكون أكثر وعيا وإدراكا أن هنالك شيء مريب عليك أن تدقق فيه وترى حقيقة الأمر. القاعدة الأساسية: لا تسلم أمر نفسك، هذه القضية الأساسية، لا تسلم أمر نفسك لقيادة أي شخص، لا تدع هذا الشخص يقودك باسم دين أو اسم مبدأ أو اسم فكر، لا، أنت كن موجود ودقق بكل التفاصيل. خلاصة: لا تخلي أحد تسمح لأحد يضحك عليك، لأن هذا مستعد أن يلقي بك بالتهلكة في أي لحظة، لأن هذه من شروط اللعبة، أن يوفر لك أجواء مريحة ولطيفة يساعدك بشكل غير طبيعي، لكن بالحقيقة هاي كلها ممهدات لاستعمارك أو لاحتلال ذاتك وجعلها أداة طيعة لصالحهم. فما زلت أنت صغير وخبرتك قليلة، وتصدق عبارات المديح اللي يتحدثون بها عنك، مثل بارك الله بك أخي، حفظك الله، وهاي غيرها. وهذه العبارات، هاي العبارات داخلها يكمن سر مهنتهم. احذر منهم، لأن هؤلاء خبرتهم بالسيطرة على الناس عمرها مو يوم ولا يومين ولا عشرة، بل عمرها 1000 سنة و2000 سنة. هؤلاء وتاريخ عريقتهم بالسيطرة على الناس والتحكم بالمجتمعات والجماعات وتحريكهم وفق ما يشاءون. وبالمناسبة يندر أن يتخلص أحد من شراك هؤلاء، وحتى لو كنت أنت متدين حقيقي ومؤمن بالدين حقيقي، لن تستطيع أن تتخلص من شراكهم، لأن تجدهم حتى باللغة اللي يتحدث بها. قال ابني، كان رد فعله داخل يعني شوية، لأن كان طيت دوز أو جرعة عالية من الأفكار، لكن قال: يا أبي، أنت تفكر بطريقة جدا معقدة، ومهما كان حال أنا راح قررت أصوم. قلت له: أوكي، أنت حر، أنا ما مانعك من الصوم، لكن أنا نصحك بهذا الشيء حاليا، وكل ما أتمنى أن تكون قادر على رفض كل ما يقال لك، مثل ما أنت الآن رفضت اللي أنا أقول لك حالا، رغم أنا أبوك، لكن أنت مثل ما تقدر ترفض كلامي، عليك ترفض كلام أي كلام ما يعجبك أو أي كلام، وخاصة تشوفه قريب إلى نفسك جدا، كن حذر من عندي. أنا أبوك، أنت رفضت كلامي أو حبيت أن تمارس حريتك، لكن أنت حر، لكن أيضا هاي العملية لا تسويها علي فقط، سويها على الآخرين أيضا. وهذا الشيء الأساسي اللي نصحك به: صوم وصلي مثل ما تريد، لكن ليس تماثلا مع محيطك، يعني مو لأن تقلد الآخرين تصوم وتصلي، لا، لأن أنت تصلي مع نفسك، هاي نفسك اللي ولدت حرة، يفترض بك بالتالي أن تشك بأي شخص أو أي جهة تدعوك للتخلي عن حريتك تحت شعار المال أو الدين أو الحب أو الفكر، أي شيء. مهم الأولوية لحريتك، إنسان ما قيمة لإنسان بدون حريته، الإنسان ولد حرا، عندما تفقد حريتك تفقد إنسانيتك. خلي هاي عندك قضية أساسية لا تنازعها. المهم، أكرر عليك نصيحتي: لا تسمح لأي كان أن يجعلك تتخلى عن ذاتك باسم المقدس، فلا قيمة لأي مقدس بدونك كإنسان حر. ضع في بالك دائما أن تنازلك عن هذا الأمر هو المطلب الأول لجميع الكهنة، وخاصة الكهنة الطيبين جدا منهم، فلا قيمة لهم مطلقا بدونه. فغيابك كإنسان هو حضور لهم، وحضورك أمامهم كإنسان حر هو غياب كامل لهم، فأنت رئيس مالهم الوحيد، فلا تدعهم يبيعون ويشترون فيك. شكرا جزيلا، وإلى لقاء آخر، وأتمنى أسمع ملاحظاتكم. ما يهمني الإعجاب لأن القناة مو ربحية، لكن يهمني أنه أسمع آراءكم وتعليقاتكم، وأنا حاضر للإجابة عليها في أي وقت. مع السلامة.